السلام عليكم. اليوم نتعلم شلون نرسم المضلع او اي شكل متعدد الاضلاع من الثلاثي فما فوق ما عدا المستطيل اللي هو اسمه البوليغون. البوليغون اكو طريقتين حتى ارسمه. الطريقة الاولى بها حالتين. اول شيء اذا اريد اكتبه بشريط الادوات، العفو، شريط الاوامر، فاختصاره هو POL بوليغون، او من درو، قائمة درو بوليغون، هذا شكل مضلع. اضغط عليه، انزل شريط الاوامر، منطيني اول شيء يطلب من عندي اش كم ضلع بي هذا الشكل، احدد العدد مالته. دا يقول لي انتر نمبر اوف سايدز، مثلا انطي 8، وحسب الرسم اللي عندي احدد الاضلاع اش قد. هسه منطيني center of polygon or edge. اول شي خلي ناخذ السنتر. هسه ناخذ احنا الحالتين، الحالة الاولى اذا عندي center، يعني منطيني center الشكل، center عندي معلوم. هسه راح افرض اني 0 0، انطي enter. بعدين شنو يقول لي هذا الشكل اريد ارسمه داخل دائرة لو خارج الدائرة؟ اذا اريده داخل الدائرة يكون داخل دائرة، شكل المضلع داخل دائرة، انطيه حرف اي. هسه راح انطيه اي، يعني ان سيركل اي. زين، من رتة داخل دائرة، هسه شي يريد الريديانس اوف سيركلز، يريد نصف القطر الار، مثلا 40. وانطي انتر. خلي اعدله انتر. هذا رسم لي اول شكل مضلع اضلاعه 8. هنا انا منطيني سنتر، طاني سنتر ورسمت مضلع، احدد للاضلاع ونصف القطر. هسه هاي الطريقه الاولى، وهذا يكون داخل دائره، يعني هذا مضلع وتكون دائره محيطه، دائره مدائره بالخارج. هذا دا كان داخل الدائره من حرف اي ارسمه، عفوا اي. زين، هسه اجي اكتب بي او ال. الحاله الثانيه، هسه هنا ايضا احدد لازم اول شيء عدد الاضلاع، نقول 8، انتر. همات يريد السنتر، السنتر نفرض انه 1 1. هسه راح ارسمه اذا كان خارج الدائرة، يكون خارج الدائرة البوليغون. اذا خارج دائرة هو حرف سي، هانطانيا خارج الدائرة. زين، هسه يريد الريديانس اللي هو شنو؟ نصف القطر، نقول مثل 40. هذا انطانيا، هذا يكون خارج الدائرة، يعني هذا المضلع وتكون الدائرة بداخله، يكون خارج الدائرة حرف سي، واذا داخل دائرة هو حرف الاي. هسه هاي الطريقة الاولى، طبعا حسب الرسم احدد بيها طريقة مطلوب من عندي. هسه اذا عندي منطيني طول ضلع، منطيني شكل مضلع ومأشر لي على أحد أضلاعه طول الضلع، شلون أرسمه؟ ما عندي لا سنتر ولا نصف قطر، عندي فقط طول ضلع. أجي أكتب POL Enter. هنا يقول لي Enter Number of Sides، أيضا أنطيش قد عدد الأضلاع، 8 6 أو أي قد كان محدد لي. Enter. هسه Center of Polygon or Edge، الايتش هي طول الضلع، فاخلي لازم هنا حرف اي مختصرها. اذا اريد عندي طول ضلع لازم اخلي حرف اي، انطي انتر. هسه first end point of each، first النقطة الاولى، من اكتب النقطة الاولى هنا اخلي ات، هنا لازم اخلي ات، طبعا منطينيها بالسؤال لازم يكون النقطة الاولى مثلا 20 25، حددت النقطة الأولى. ستحدد لي النقطة الأولى،
النقطة الثانية second end point of each. النقطة الثانية أيضا أخلي at. إذا من عندي طول ضلع وأريد أرسمه لازم أخلي at على النقاط. مثلا عندي 40 اللي هو طول الضلع، راح يكون 40 25. انتر، رسم لي شويه هذه. هاي اذا يكون منطيني هذا الطول، طول الضلع واحد فقط، احدد له الفيرست بوينت والاند بوينت او السكند، النقطه الاولى والنقطه الثانيه، وعدد الاضلاع ايش قد اني اريدها، ويرسم لي هاي اللي هنا طرق رسم شكل المضلع. طبعا اقدر ارسم شكل مربع او مثلث فقط ما عدا المستطيل، يعني من ثلاث اضلاع فما فوق ما عدا المستطيل. طبعا طول الضلع يكون محدد لي او السنتر او نصف القطر، لازم يكون منطيني فد معلومة بالسؤال حتى اعرف ان يا طريقة راح استخدم وارسم بيها المضلع. وشكرا.